القضاء العظيم. أشرف اليوم بالتواجد مع حضراتكم جميعا، ويغمرني شعور بالفخر والسعادة وأنا بين قامتين وبعد قامتين عظيمتين من قامات تحقيق العدالة في مصر، في حفل ينظمه مجلس الدولة لتكريم القاضيات. كم سعدت وسيادة المستشار رئيس مجلس الدولة ينادي بزميلاتي القاضيات، فهذه الجملة ستحفر في التاريخ اليوم. قال رئيس مجلس الدولة ونادى على زميلاته القاضيات، تعبيرا وتأكيدا على أن المرأة المصرية أصبح لها مكان ومكانة كبيرة داخل جميع الهيئات القضائية المصرية. الحضور الكريم، أعتبر نفسي محظوظة للغاية وأنا أشهد لحظة من أهم اللحظات التاريخية في تاريخ نضال المرأة المصرية. بعد 72 عام تدخل اليوم المرأة المصرية القاضية المصرية مجلس الدولة، حيث شهد صباح اليوم حلف اليمين الدستورية إلى 98 قاضية عضوة في وظائف نائبات ومستشارات بمجلس الدولة. لنفتخر جميعا بأن المرأة المصرية رصفت أقدامها بقوة في مجال القضاء.